أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع دكتور منيشو. اليوم سوف نتناول لزاتاك دو بانيك أو الحالة ديال الخوف الشديد الهلع، يعني أشنو هي الأعراض ديالو، لأن الناس متجيهم هذه الحالة هذه تيكون القلب ديالو تيدق بسرعة، يعني تحسمتو هكاك وتيكون يعني عرقان وخايف مخلوع بحال إلا ما عرفتي الموت قبلته، وفعلا هو تيشعر تيجي بربي بأنه راه يموت، والقلق ديالو تيزيد وتيشتد وتيشعر كذلك بالعضلات ديالو مشدودة ومقلق ومتوتر، وتيجي بربي بأنه بحال راه يحماق أو لا بحال راه يموت. ولذلك هذه الأعراض هذه تتخليه انهم تيقول لهم صافي انا راه نموت دابا ديوني للسبيطار ديوني للكلينيك، وتيهزوه يعني بسرعه ولومبيلونس ويديو للكلينيك. ملي تيمشي للكلينيك يضربوا له واحد الشوكة باش يتكالما. اذن هاد الاعراض هذه تتسمى الحاله ديال الهلع، اولا لاتاك دو بانيك اولا البانيك اتاك. اغلب يعني 99.99% هي حاله نفسيه، خصوصا ملي تسمع بحال دابا شي حاجه اللي تتقلقك ولا تتكون شي مشاكل كبيره او ماشي مرتاح، وتتكون هذه الحاله هذه حقيقه شديده. فتقدر تكون هذه الحاله عندها علاقه مثلا بالاوضاع اللي تعيش الانسان، تقدر تكون عندها علاقه بالاكتئاب، بالرهاب الاجتماعي، بالمشاكل الزوجيه، بالمشاكل البيت، بالمشاكل العمل. اذا يعني حقيقه هذه الحاله هذه هي حاله نفسيه ناتجه على الكثير من المشاكل والكثير من الاسباب. ما خصكمش تخلعوا الا جات الحاله هذه، عرف انها هي نفسيه ولكن هي الاعراض ديالها جسمانيه، داكشي علاش قلبك تيدق بسرعه. لذلك ضروري الانسان يرتاح يتكالما، يعني تمد، يعني ما لكاينش لا تمشي مثلا وتمشي بلومبيلونس وتمشي للكلينيك باش يضرب لك واحد الشوكه، ولكن من الافضل انك تراجع واحد طبيب نفساني باش تشوف هذه الحاله عندها علاقه باش، وان شاء الله باذن الله الامور تتمشي بخير.